محمد لجنف، على اليسار محمد الدين دحمان يلعب، على اليسار محمد غومة، وفي الخط الأمامي أحمد العامري. الاتحاد يقدم في أداء ومردود كبير اليوم، لدينا أخوين العامري علي العامري مع أحمد العامري، كلام عن هذا وذاك، عن الصراع، عن الجدل، من يكون في المركز الأول والمركز الثاني. اليوم الاتحاد نحو 3 نقاط مهمة جدا، مهمة جدا، والنقلات عن طريق محمد المنير. محمد المنير هذا الاسم الرائع والمميز، ذهب إلى الأراضي الأمريكية، هناك لعب، تفنن، قدم، أدى مستوى، أداء، عطاء كان كبير جدا، ولكن عاد به الحنين ليكون متواجد مع فريق الاتحاد، ليعود من جديد يبحث عن بطولة منذ سنوات مرت عجاف على فريق الاتحاد. فريق الاتحاد ولاعب من فريق الأولمبي، محاولة الآن، وصلت مرت ولكن إلى حارس المرمى، قلت 3 لاعبين، يتمن، وصلت إليه، مرت إليه عن طريق ربيع، أوه الله الله على ربيع الشاد، أصلحت فريق الاتحاد، هنا المحاولة، شوف الكرة الأرضية المميزة ولكن لم تلاقي أي حد، مستوى الجهات اليسرى يبحث عن اللعب زهر الدين حال دحمان المصري والآغا والأبرز أكيد سمير عبود، مرت إلى المحاولة عبد العاطي العباسي، هي فرصة ولكن إبعاد، ربع ساعة الاتحاد هو من يستلم الكرات، هو من يحاول، هو من ينطلق، هو من يصنع الفرص، إلى الآن هو الأفضل على أرضية الملعب، محاولات لا زالت عن طريق الخش عرضية، أوه الله الله على خطأ، وصلت ومرت، عادت اتحادية رأسية، يا سلام إلى العامري، ملعب شنيتي هنا الشلماني أمامنا على الصورة. الأضواء كان في موسم 85-86 لفريق الأولمبي، حظ أخطر الاتحاد أكثر، شوف كرة عبد العاطي العباسي، العباسي مر، مساحات العباسي، مر العباسي ولكن وصلت، مرت يا سلام، كادت أن تمر لمصلحة ربيع، دحمان العرضية، دحمان هي فرصة ولكن حارس المرمى، بطاقة صفراء لعبد المعين خماش، عبد المعين خماش، نعم عرقلة، عباسي، عامل المنير، عبد العاطي العباسي، العباسي العباسي، عالية بعيد، أبطر لاعبي فريق الأولمبي، غوما يحاول، غوما يسدد قوية من جانب غوما ولكن جاء اليوم لمحمد المنير، ترجع من جديد لربيع، ربيع الشادي، ربيع عرضية، ربيع عرضية، هي 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 جول، 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 5 أهداف لمعاد عيسى، معاد عيسى يرتقي فوق الكل، شوف الكرة الماضية مرت عالية، وصلت بشكل ممتاز بين طلال وما بين معاد، لأن الاتحاد كان عليه ضغط كبير جدا، عبء كبير جدا، منير، المنير يستعد، المنير يلعبها أمامية إلى من؟ زعبية، زعبية تقطع إلى الأجنف، الأجنف يحاول، محمد الأجنف يلعبها عالية ولكن ترجع عن طريق غازي العيادي إلى معاد، خطير، معاد مر، معاد انطلق، معاد عيسى، معاد يصل، معاد حكم، ركلة جزاء، ركلة جزاء كما يشير الشلماني، بانطلاقات معاد ومحاولات معاد ومرور معاد بشكل ممتاز، ينسل من جهة اليسرى، محاولة انطلق من أمام علي معتوق، يقع في المحظور علي معتوق، محمد زعبية الذي دخل قبل قليل، دخل ليعطي الفرحة، دخل ربما ليعطي البسمة، مصلحة فريق الاتحاد، أوه حارس المرمى، حارس المرمى، حارس المرمى، إذ وصل في المركز الأول في هذه المجموعة سيلعب رسميا في مدينة مصراتة، سيقابل الفريق المتأهل الثاني في المجموعة الأولى، والصراع لا زال كبير جدا وقوي بين الفرق التي تنافس الأخضر مع الهلال. لجف على مستوى الجهة اليمنى، لجف مر، لجف انطلق عرضية من لجف إلى من؟ وصلت، لازالت تسديدة قوية، مرت إلى خارج أرضية العامري، كالنحلة، كالنحلة يتحرك بشكل رائع جدا، نقلت الآن علي العامري إلى، وصلت الآن، مرت خطيرة عن طريق نصر الدين، وصلت تسديدة، هل تصل؟ هل تمر إلى الشباك؟ ولكن معاد، معاد يتألق، معاد يتعملق، الأولمبي خطير، خطير جدا، نحو المرور، نحو الوصول إلى الأجنف، الأجنف لا زالت في مرة أولى، في مرة ثانية هي، ولكن حارس المرمى، اللاعب أحد الانتدابات المهمة والمميزة مع فريق الاتحاد، ترجع للاتحادية فرصة، هي هي، يلعب بالنار، يلعب بالنار، يوسف كارا، يوسف كارا الهدف الأول، لعب معاد عيسى ليدخل يوسف كارا يعلن عن الهدف الثاني، لاعب فريق الأولمبي علي معتوق يقع في المحظور أمام اللاعب يوسف كارا ليعلن عن الهدف الثاني، يوسف كارا يصل بفريق الاتحاد، الاتحاد هدفين مقابل لا شيء، الاتحاد في مركز أول، الاتحاد
الفريق الذي سيكون متواجد في مدينة مصراتة في الأول في من أغسطس ليقابل صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى. نهاية في هذا التوقيت، الاتحاد هدفين مقابل لا شيء.